السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. التقرير بتاع النهاردة اللي هو النهاردة 24 مارس 2020 بخصوص مرض فيروس كورونا المستجد، وهو مرض كوفيد 19. أنا الأرقام طبعا هتكون عالية شوية زي ما هنشوف كده في التقرير، نلخص بسرعة التقرير ونشوف الحالة في مختلف دول العالم، وبعدين هتكلم شوية عن مصر وشوية عن الوضع في الفلبين. عندنا هنا عدد الإصابات 392,982 حالة. لاحظوا إن الساعة دلوقتي هنا في الفلبين حوالي الساعة 9، أنا خلاص وداخل أنام. كان المفروض أعمله بدري شوية، بس بصراحة أنا يعني الصبح كنت تعبان شوية فريحت، قلت أريح شوية وأشوف الأخبار إيه. ما كنتش متأكد إن أنا هقدر أعمل تقارير تاني، بس الحمد لله فوقت. عمر الشقي باقي. وطبعا أنا حاليا حاطط نفسي في العزل لأن عندي أعراض، هي أعراض خفيفة، متوقع إنها تكون أعراض برد يعني عادي، بس الاحتياط واجب طبعا. عزلت نفسي تماما في شقة منفصلة كده، هبقى أعمل فيديو إذا ما ساءتش الحالة يعني، من هنا لبكرة، يمكن بكرة أعمل فيديو المكان اللي أنا قاعد فيه. اللي خلاني أشك يعني الأعراض طبعا أعراض برد عادية، بس إحنا في حاليا في حاجة اسمها عدوى مجتمعية، يعني اللي هي community spread، يعني الفيروس بيتنقل من غير ما تكون أنت تعرضت أو تعاملت مع واحد فعلا مصاب. فطالما في أعراض فالواحد ياخد الاحتياط، مفيش مشكلة. وأنا كده طبيعة حياتي يعني متعود أقعد يعني بالساعات طويلة لوحدي، مفيش مشكلة، ومتعود برضو أنام الساعة 9 بالليل، فبرضو حظر التجوال ده مش مشكلة بالنسبة لي. فإن شاء الله نتابع الأول بسرعة التقرير. الحالات قلت إنها بقت 392,982 حالة، والوفيات بقوا 17,145 حالة، والحالات اللي شفيت 103,425. عندنا الحالات النشطة حاليا 272,000 حالة، لأن طبعا مش كل الحالات اللي أنا ذكرتها دي نشطة، لا ده ديت الحالات من يوم ما ظهر كورونا إلى الآن، ما ظهر الفيروس إلى الآن، لكن الحالات فعلا اللي حاليا مصابة وموجودة بعد ما طرحنا الناس اللي هم خفوا والناس اللي توفوا، فيتبقى 270,403. منهم هذا العدد 260,000 وشوية، 96% حالات طفيفة، ومنهم هذا العدد 12,000 وكسر حالات حرجة أو شديدة جدا، اللي هي الحالات دي اللي بتحتاج تتحاش في المستشفيات وتتحط في العناية المركزة، نصهم على الأقل في العناية المركزة ومحتاجين التنفس الاصطناعي حوالي 4%. طبعا أعداد كبيرة جدا. احنا زي ما انتم شايفين كده بالنسبة لدول العالم الفيروس جاي بموجات، جاي بموجة الأولى كانت بتاعت الصين، الموجة الأولى بتاعت الصين وكوريا الجنوبية وهونج كونج وتايوان. العالم الناس دي إلى حد ما الأمور بتاعتها بقت أفضل شوية أو أحسن، يعني عدد الإصابات مش كتير في الموجة الأولى. ده عدد الإصابات اهو، تشوفوا بيتزايد يوم عن يوم، وهنا عدد الوفيات برضو ماشي مع عدد، ما كل ما في إصابات كتيرة كل ما بيكون في وفيات كتيرة. وعلى فكرة عدد الإصابات ده اللي انتوا شايفينه كبير قوي ده بيديني أنا يعني أحاسيس متناقضة. الإحساس الأولاني هو إحساس بالقلق والحزن إن في كل هذه الإصابات في العالم اللي هي اللي طلعوها، أو اللي بيقلقني أكتر هو الحالات النشطة
كل هذه الحالات تم اكتشافها على وجه الأرض. طبعا مش هي دي الرقم الحقيقي، لأن في ناس ما حدش عارف عنهم حاجة، مصابين ليس عليهم أعراض، ما بيدخلوش في القصة دي خالص. كل واحد مصاب ما فيش عنده أعراض ما بيدخلش في القصة دي خالص، وكل واحد مصاب وعنده أعراض طفيفة وبيتحسن من تلقاء نفسه برضه ما بيدخلش في قصة الإحصائيات دي خالص، لأن محدش بيعرف عنه حاجة. إنما اللي بيدخل في الموضوع مين؟ الناس اللي بيتعمل لهم فحص، ويتعمل لهم فحص كورونا فيروس ويتضح إنه إيجابي. الناس دول هم اللي بنعرفهم، وهم الناس اللي بتبقى عندهم أعراض شديدة، أو ناس مخالطين لناس عندها فيروس كورونا. لكن في ناس كتير أو على وجه الأرض ما عندهمش أعراض خالص، ولم يختلطوا بمصابين بكورونا، فما حدش يعرف عنهم حاجة. احنا حاليا عايشين في مجتمع الفيروس موجود في كل مكان، لو خرجت من البيت رحت السوبر ماركت احتمال تاخد العدوى، لو في أي مكان احتمال تاخد العدوى، أي مكان مغلق تدخله، لو دخلت سوبر ماركت، لو دخلت أي سوق، لو دخلت صيدلية، في احتمال تاخد العدوى، لأنه ثبت إن الفيروس بيتواجد في الهواء لمدة عدة ساعات، 3 ساعات، في قبل كده كانوا بيقولوا نص ساعة، بس بعد كده في بحث فرنسي أثبت إنه ممكن يقعد 3 ساعات. فالأعداد اللي احنا بنكتبها ديت، اللي هي مكتوبة دي عندنا، ديت الأعداد التي يتم فحصها بالفيروس باختبار الفيروس كورونا. أما جميع الإصابات الأخرى محدش بيدرى منها عنها أبدا. فهذا الرقم بالرغم من أنه كبير وبيقلل الإنسان والواحد بيشعر بالحزن عشانه، لكن برضو في إحساس آخر مناقض، يعني زي ما تقول كده بنقول الحمد لله أنهم اكتشفوا العالم دي كلها. يعني كل ما بيزيد عدد الحالات اللي بنعرفها، كل ما بننقذ الأرض والناس أكتر، البشرية أكتر. ليه؟ لأن كل ما بنعرف ناس مصابة بيبتدوا يعزلوا نفسهم، إما أو يتحطوا في العزل الحكومي أو يدخلوا المستشفيات إذا كانت حالتهم تستدعي، فبالتالي بنحمي الآخرين منهم. فالواحد لما بيشوف أرقام كبيرة بيقول الحمد لله إن إحنا عرفنا هذه الأرقام وتوصلنا إليها عشان نعزلهم أو نديهم العلاج أو ونبعدهم عن باقي البشر. فهو إحساس متناقض، إحساس بالحزن لكثرة الحالات، وإحساس بالارتياح لأننا عرفنا نمسك كل هذه الحالات. وزي ما بتاع رئيس لجنة الحماية الإيطالية ما قال إن الحالات، هو بيتكلم على بلده لكن الكلام بتاعه ينطبق على أي بلد آخر في العالم، قال إن الحالات اللي موجودة ديت أعتقد إن الحالات الحقيقية هي 10 أضعاف هذه الأعداد التي نسجلها، وكلامه صادق. يعني بيقول الحالات عندنا هي الحقيقة ممكن تكون 10 أضعاف اللي احنا بنعلن عنه. طبعا لا في حد في إيطاليا قال له انت بتتكلم كده ليه، ولا بتخوف الناس، ولا بتزعق تعمل ذعر وبتنشر الرعب وتقلق الأمن الدولة، ولا بيحبسوه، ولا الحاجات اللي بتحصل عندنا دي. أي حد بيتكلم عادي، وممكن المسؤولين بيتكلموا مفيش مشكلة، لأن ما فيش سوء نية وبيتكلموا لصالح المجتمع. نكمل الإحصائيات بتاعتنا. الصين فيها إصابات جديدة 78 إصابة، طبعا دوت يعتبر رقم كويس جدا بالنسبة لزمان، أيام ما كان بيبقى فيها 2000 إصابة في اليوم. وإيطاليا طبعا الأرقام بتاعتها بتتزايد جامد، يبدو ما فيش رقم الزيادة، بس الرقم النهاردة 63900 داخلين على 64,000 إصابة، وده رقم كبير جدا. أمريكا ماشية وراء إيطاليا، بقت هي 46,000 وكسر. برضو أسبانيا كله بيتصاعد، كل يوم في 1000 ولا 2000 أو 3000 أو 4000 حالة إصابة جديدة. إيران في الشرق الأوسط، من طبعا هي منطقة الخطر حتى الآن في الشرق الأوسط، لكن دلوقتي الخطر يعني
الدول خلاص بدأت تعزل نفسها وبدأت تقفل حدودها، فأصبح الأمور داخل البلد داخل كل دولة. وبقية الدول، فرنسا وصلت هي داخلين على 20,000، كوريا ما شاء الله ما زال طبعا في زيادة عندها 78 حالة، بدأت تنزل تاني تحت 100، لأن امبارح وأول امبارح كان الحالات فوق 100، فده برضو معدل مش ممتاز يعني. وعدد الوفيات 120 وفاة، كل عدد الوفيات 120 وفاة، في 9 وفيات جداد. ده بقية أوروبا ودول أخرى، البرازيل في أمريكا الجنوبية، وفي إسرائيل في الشرق الأوسط برضو. الإسرائيل يعني ما شاء الله حاجة 214. إسرائيل طبعا تعتبر دولة مجاورة للأردن ولبنان وسوريا ومصر، وعلى علاقات بكتير من الدول العربية، بالسعودية وقطر وكله يعني، في أمرها بقى يهمنا، لأن وهي متقدمة أكتر دولة في الشرق الأوسط فيها إصابات حاليا. كان قبل كده قطر بعد إيران، لكن دلوقتي بقت إسرائيل، لأن عدد الحالات الزايدة فيها كل يوم كتيرة. وبعد إسرائيل في السعودية، السعودية بقت الحالات فيها برضو، السعودية بتقفز قفزات جامدة، 206 زيادة، وصلت إلى 767. وبعد السعودية في قطر 501. قطر يعني بدأت الازدياد فيها أقل شوي مش زي الأول. وبعد قطر في البحرين 390 حالة، وبعد البحرين مصر، مصر بقت 366 حالة، والوفيات 19. طبعا مصر بدأت تاخد إجراءات كتيرة يعني، ماشية الأمور. مصر بتاخد الإجراءات، هي خطوة خطوة بتاخد الإجراءات، لأن طبعا بيحاولوا يوازنوا ما بين الضرر الاقتصادي بالنسبة للناس وبالنسبة للدولة، وما بين الفايدة أو محاولة عدم انتشار الفيروس. الفلبين المكان اللي أنا عايش فيه برضو الإصابات بتاعته قفزت جامد، بس مازال 552 إصابة الفلبين، يعني في زيادة 90 حالة. هو الفلبين برضو عمالة تاخد في إجراءات، هي في حجر زي ما انتوا عارفين بقالهم من يوم 15 سبتمبر، من يوم 15 مارس، وحظر تجول من الساعة 7 ل 8، من 7 مساء إلى 5 الصبح. وحاليا في كتير من مدن الفلبين فيها حظر، فيها حظر تجوال أو تجول 24 ساعة. برانياكي، للي عنده علم بالمدن كتير، برانياكي ولاس بينياس كذا مدينة بقت تحت الحظر 24 ساعة ليل نهار. حاليا الساعة 9 دلوقتي، ما لو يعني الواحد لو خرج الشارع يترعب من منظر الشارع، الشوارع الضلمة وهوس هوس وما فيها حتى أشباح. سبحان الله، بقينا في دنيا غير الدنيا. خلينا نشوف كده التقرير بتاعي، التقرير بتاع يوم 2/24، الوضع في العالم، في الفلبين، في مصر، والعلاج. العلاج اللي عملوا فيه ايه؟ الكلوروكين عملوا فيه ايه؟ الدول قلنا المصابة في على مستوى العالم 196 تقريبا، كل دول العالم 196، فاضل ايه؟ والحالات وصلت الى زي ما قلنا من شويه 392,700 بزياده 55,000. في الجدول اللي تحت اهو بيبان، بس عايز اقول لكم ان هذه الزياده 55,000 شويه عاليه. يعني امبارح كان كام؟ 31,000 زياده. ليه؟ انا باخد القراءات دايما كده تقريبا الظهر هنا، يعني الصبح بتوقيت مصر، بس النهارده عشان كنت تعبان شويه الصبح، فواخد القراءات خدتها المغرب قبل ما اعمل الفيديو ده كده بحوالي ساعه. فعشان كده النهارده القراءه مش 24 ساعه، وانما يمكن اكتر شويه، اكتر باربع خمس ساعات. ومع ذلك برضو الاعداد كبيره،
يعني لو كنت قريتها من ساعتين، من بدري شوية، مثلا 3 ساعات ولا حاجة، يمكن كان يبقى فيه أكتر من 40,000. بس حاليا زي ما انتم شايفين كده عدد كبير، عدد كبير أوي. أكبر الخط شوية، معلش. الفرق النهاردة عن امبارح، شوفوا الفرق امبارح عن أول امبارح، 31,000 في الإصابات، النهاردة 55,000 في الإصابات، 55,000 وشوية إصابات جديدة، إصابات جديدة 55,000. طبعا الوضع لو استمر على هذا المعدل يعني هيبقى وضع مأساوي جدا، لكن هو مش هيستمر على هذا الوضع، الوضع مش هيستمر كده إن شاء الله، لأن الدول خدت، يعني الدول هتعمل إيه أكتر من كده؟ قفلت الحدود وعاملة حجر صحي وحظر تجول وكل حاجة، والأعمال وقفت والمواصلات وقفت، خلاص كأن الدنيا في موطن مؤقت، كأن الدنيا في حالة سبات، حاجة كده من سبحان الله، نامت الدنيا، اختفى الناس من الشوارع، واختفت الناس من كل مكان، واختفت الحركة تماما. في أكتر من كده؟ ما فيش حاجة أكتر من كده. فالمتوقع إن هذه الزيادات لن تستمر طبعا. يمكن أنا قلت قبل كده إن هي يمكن في الأسبوع الأولاني من إبريل، ده توقعي، في الأسبوع الأولاني من إبريل هتتحسن. وفي أول كلامي قلت الفيروس جه على موجات، الموجة الأولى بتاعت الصين وكوريا الجنوبية، ودلوقتي أوضاعهم أفضل، والموجة التانية كانت أوروبا وأمريكا، الموجة التالتة هتشمل الدول العربية. بس احنا وضعنا أفضل من أوروبا وأمريكا، ليه؟ لأن احنا بدأنا ناخد حظر، نعمل إجراءات حجر وحظر تجول، وقف الأعمال والمصالح ووقف المواصلات والحاجات دي كلها بدري شوية. يعني في مصر 300 وشوية أو 400 إصابة، في الفلبين برضو، فبادين في الإجراءات بدري شوية. يعني 300 إصابة، 400 أو 500 إصابة في دولة فيها 100 مليون، 110 مليون واحد، ما بتعتبرش كبيرة. بس المهم الإجراءات فعلا تتاخد، يا رب بس مصر يكون الشعب شوية عنده وعي وملتزم ومتعاون مع الحكومة. يا الحكومة النهاردة سمعت إن في، زي ما نشوف فيما بعد، فرض غرامة 4,000 جنيه للي يخالف. الوفيات برضو زادت 2000 وكسر حالة وفاة عن أمس. الحالات التي تم شفاؤها 103,000 حالة وكسر، من 97 في يجي 5,000 حالة. شفتوا 5,000 حالة شفاء و55,000 حالة إصابة جديدة، فرق ضخم. في أول أسبوع من إبريل الكيرف اللي احنا شفناه من شوية كده طالع لفوق هيبتدي يبقى أقل أقل أقل، يعني الصعود بتاعه مش هيبقى شارب بهذا الحد، وإنما هيبتدي يبقى يعني إيه، فلات، وبعدين يبتدي إن شاء الله ينزل في إبريل. أنا متوقع إن احنا نشوف بعد الأسبوع الأولاني يمكن من إبريل إن عدد الزيادة في الإصابات هتقل، والزيادة في الشفاء هيزيد لحد ما يتساووا أو يقتربوا، بعد كده الشفاء يبقى أكتر من عدد الإصابات. الصين قلنا تحسنت، أوروبا وأمريكا ما زالت المؤشرات بتاعتها مقلقة. إيطاليا الحالات وصلت زي ما انتم شايفين كده إلى 63,000، وقلنا رئيس وكالة الحماية الوطنية قال لك الإصابات هي الحقيقية ممكن تكون 10 أضعاف. أمريكا نفس الوضع، وما زالوا برضو في البلاد اللي هي إيطاليا بيتبعوا طب الحروب. مصر الحالات قلنا 366، وفاة 19، وقرارات جديدة تطبق من يوم بكرة الأربعاء 25 مارس الأربعاء، وهو حظر تجول من 7 مساء إلى 6 صباحا على كل مصر. الأول كان مش عارف ما كان على كل مصر ولا، حظر تجول يطبق على كل البلاد، وتجديد في الإجراءات الأخرى، يعني المصالح الحكومية وقفوها، المواصلات وقفوها، المصالح الحكومية وقفت خالص تماما. وقت الحظر يعني برضو ما يكفيش وقت الحظر بس، طب والصبح
يعني وقت الحظر مفيش مواصلات، مفيش قطاع خاص يشتغل، محلات كله مقفول. لكن بالنهار، طيب يا اخوانا، هو الفيروس مش هيشتغل بالنهار؟ الفلبين الحالات زي ما قلنا من شوية بقت 552، الوفيات 35. طبعا نسبة الوفيات في الفلبين زيادة بصراحة، توصل إلى 8%. وللأسف في الفلبين في وفيات ما بين ناس كبار، يعني واحد منهم أحد مشاهير طب القلب، وقبليه بكم يوم كان في طبيب آخر من اللي تحتيه توفى، طبيب قلب برضه. في كتير من المشاهير في الفلبين عندهم الإصابة، وفي كتير محطوطين حاطين نفسهم تحت الحجر الصحي، وما زال حظر تجول 24. الجديد في الفلبين إنهم عملوا حظر تجول 24 ساعة، حظر تجول 24 ساعة في كثير من المدن. بخصوص العلاج اللي هو بتاع الكلوروكين الملاريا، ده أساسا سم يا أخوانا، ده أساسا مبيد حشري، بس بيستخدم المركب منه هيدروكسي كلوروكين في علاج الملاريا. هو ليه بيستخدم في علاج الملاريا طالما إن ليه أعراض جانبية وسميات؟ أيوة، لأن هو فعال في الملاريا. يعني أنه الأفضل إذا سيبنا المريض بتاع الملاريا هيموت من الملاريا، فبالتالي بيتاخد العلاج لأنه فعال ضد الملاريا، فعال فعلا. فبنغامر ببعض الأعراض، ببعض السايد إفكتس، عشان إنه هو شيء فعال في الملاريا، لكن ما نستخدموش في الكورونا حاليا. ليه؟ لأنه مش فعال لسه، محدش، ده هي كل التجربة الترايل اللي تمت على 24 واحد، وليس مؤكد ان يعني في منهم ناس توفت قبل ما يكمل الترايل، توفت تاني يوم، وفي ناس حالتهم بقت حرجة دخلوا في ما كملوش، لأن دخلوا في يعني اتحطوا تحت الأجهزة الفنتليتورز فما كملوش. وفي ناس خفت، بس ما فيش دليل انهم خفوا، يعني الباحثين ما يعرفوش هل هم خفوا عشان الكلوروكين ولا كانوا هيخفوا ولا كانوا هيخفوا برضو حتى لو ما خدوش هذا الكلوروكين. ليه؟ لان ما فيش مقارنة، ما فيش فئتين، فئة بلاسيبو يعني فئة ما بتاخدش كلوروكين مشابه، يعني المفروض يبقى فيه مجموعتين متشابهين في كل حاجة، في الحالة المرضية وفي العمر وي وي وي، واحد منهم ياخد الكلوروكين والتاني ما ياخدش الكلوروكين ويقارن النتائج. لكن العملية ما تمتش بهذا بهذا الشكل، ده هو عدد بسيط جدا من الأمراض من المرضى، والباحثين نفسهم ما يعرفوش اللي اتحسن ده كان بسبب الكلوروكين ولا يمكن كانوا هتحسنوا من غير حاجة. فمحتاج بحث كتير، محتاج يتعمل على الأقل على 1000 مصاب ولا أكتر، ويبقى في مقارناته، عشان يعني ما هو في مصابين كتير بيخفوا حاليا، تديله كلوروكين يموت منه أو تجيله أعراض ريتينوبسي يتعمي وحاجات كتيرة مصايب، وهو أساسا كان هيخف. فعشان كده محدش رجاء يعني يحط، يعني لا يجري ياخد الدواء ولا يجري يخزنه ولا الحاجات دي كلها، لان حتى لو بعد كده ثبت فعاليته فده للمصاب، للمريض مش للوقاية. هو في الملاريا بيتاخد وقاية قبل السفر للمنطقة اللي فيها ملاريا، لكن ده هيكون فايدته للمصاب. فبالتالي تاخده تخزنه في بيتك ليه؟ ده حتى يكون فال وحش عليك يعني. المهم ان شاء الله نشوفكم بكل خير في فيديو قادم ان شاء الله، وتمنياتنا للمرضى بالشفاء، وتمنياتنا ليكم السلامة والوقاية من كل مرض، واشوفكم بكرة ان شاء الله، يحيينا ويحييكم ربنا على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.